معنا ملكة أم سارة. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. لاباس عليك؟ واش الحظ أختي اللي ساعدنا؟ والحمد لله. عرفتي شنو دابا تبارك الله رجعتينا الأيام الأولى ديال البرنامج اللي تبارك الله كان باستمرار التواصل معك. ما شاء الله ما عينك لالا ملكة. مرحبا. تحية لك بنتي ولسميحة. الله يبارك فيك. ولجميع المستمعات ميد راديو. بارك الله فيك. شكرا. تحية لواحد السيدة تتسلم عليك عائلة طلياني. أييه مرحبا بسلامهم. أييه. بالنسبة أنا غادي نعطيك حليوة مالحة وغادي نعطيك واحد الحليوة هي في بحال شكل ديالها شاري شكل تاعها واخا يجي ماشي مشكل ماشي مشكلة هادشي اللي كاين على ما غادي ترجع غادي غادي ترجع بالنسبة للمالحة تتخدم مع الفقاس واخا الشكل ديالها تيجي زوين عندنا في المقادير عندنا تقريبا ربع ديال اللوز اللوز داك اللي فيكون كبير طويل بزاف ايه راه موجود ايه وعندنا نص ربعه اخرى غير العادي حيت العادي غادي غير نمسحوه ونهرمشوه بالنسبه لمقادير العجينه عندنا نص ربعه ديال الزبده الزبده العاديه ايه عندنا ثلاثه الفروماجات مثلثين عندنا معلقه ديال الموطارد عندنا بيضه واحده عندنا شويه قرصة الملحة عندنا 4 معالق ديال الابزار وعندنا 3 معالق ديال الزيت العادية والطحين تقريبا نص كيلو حتى الكيلو الاروب تبقى على حسب الخليط فهم الطريقة بالنسبة وعندنا بيضة أخرى باش غادي نزينو تنضربوها مزيان مع شوية زيت الخل أو شوية الحليب تضرب مزيان وداك اللوز تكونوا مسحناه مزيان وقليناه شويه ودرنا ليه مليحه داك الطويل اما بالنسبه للنص ربعه هذيك تنهرمشو تنطحنو ماشي تطحن تتبقى مهرمشه تنشدو داك البيض بيضه تنخدموها مع الزبده مع لاموطاغ مع الفروماج مع بعض ماء الزيت مليحه البزام وتنملكو بيدينا حتى تولي عندنا على شكل كريم تنبداو نضيفو الطحين تدريجيا حتى تترطب لينا العجينه المهم ما تبقاش تلصق لينا في يدينا تنخليوها تترتاح ايه تنطبعو بداك المرشم بحال الكاس ديال اتاي حياتي الاول داك الصغير ماشي ديال العنبه انا غير كمثل المرشم ضير ومشنف ايه تتكون عندنا تندهنو ديك البيضه حدانا تنكملو كلشي تنطبعوه تندهنو ديك الدائره وتنحطو ديك اللوزه الطويله في الوسط وتنقرصو بصبعنا بجوج من هاد الجنب ومن هاد الجنب تهزو تتكون عندنا في الوسط بحال العين بحال البزطان وتنبسطوها من التحت باش ملي تنوقفوهم في الطاوة ما طيحش لينا فهمتي ليا الطريقة ايه تنوقفوها تتجي اللوزة من الفوق علاش خطرنا اللوز طويل باش تعطينا واحد الحجم اللي هو طويل شوية تنقرصو من هاد الجهة ومن هاد الجهة وتندهنو دوك الجوانب اللي مشنفين وتنديرو في اللوز اللي مهرمش ايه وتنسطفوها في الطاوة الفران تيكون سخون ملي تندخلوها تنقصوه غير تنهزوها تتبان لينا من الفوق من التحت راها بدات تصفار مزيان عاد تنهبطوها شويه ودائما الفران منقوص اللي عندها الفران فوق والتحت تتقدر تشعل الفوقاني منقوص والتحتاني تاهو منقوص وراه تتبقى دائما الحلوه راه حنا تنبقاو حدا الفران ايه فعلا ضروري ايه ما تتحمرش غير تتبان لينا راه ولات داخلها راها صفراء ماشي ما تتحمرش بزاف لا ما تتحمرش بزاف غير شويه المهم هي تتكون راها طابت هنا الفري اللي كان مجاز الحلوه غير تتشوط وما تطيبش خاص الفران يكون منقوص وراه هي السيده ملي غتشدها في يديها راه غتعرف الشكل ديالها راه طابت اييه